ديجا معناها الليمات هذية فهمتني بالتنسيق مع الأمن في نابل فهمتني كذا تعملنا إنسان عطار قيناه معناه يبيع بأسعار غير قانونية في مادة التسميت عملنا له مخالفة وتوقف معناه قلنا اليوم قلت شديد 72 ألف بيضة شو و 2 طن عجين غذائي عند نفس الشخص ولا عند واحد آخر واحد آخر زوز طن أي وهذا زيادة ما عنده حتى صفة قانونية ما عنده حتى صفة باه فهمني البارح مثلا تم حجز 4 طن و500 من ماده التسميت البارح قلت البارح تحجزنا 12 طن من ماده التسميت بربي وين تلقاو فيها مذومة سي عمر شوف اي انسان يتلاعب بالاسعار لا لا نقصد معناتها وين يخزنوا فيها عندهم يخرجوا فيها لبرا في تاجر جمله فهمتني تلقاه يا اخو يخبيها يمتنع عن البيع فهمتني كذا كي تمشي له يقول لك ما عنديش يقول لك ما عنديش ولا فهمتني على خاطر هو في نيته باش يخرج يبيعها الانسان يستنى في المضارب هو ما يساعدوش يبيعها شكاره ب 21 دينار يحط فيها يستنى في المضارب يقول لك انا خويا نبيعها ب 40000 نبيعها ب 30000 فهمتني زاد قدام ربي باش يلقاو هذا فعلهم خليني تو هذا قدام ربي ممكن برشا يقولوا لي والقانون اليوم هذا سيد كيف ما هذا مثلا اللي هو يمتنع وكذا شنو تعملوا معاه هذا هذايا غلق المحل وسحب الرخصة نهائيا راهو تنحالوا الرمز معاش الزوج بعد ما فما برشا منهم يمشيوا يعملوا مطالب صلح ويمشيوا يبعثوها لا ويعملوا له جلسة صلح وفي برشا بلايس ويدخلوا له فما لكن برشا منهم قاعدين عندهم تدخلات من هنا ومن غاديك ويرجع بعد شهرين ثلاثة تتعدى الفترة ذي يقول لك غطي العينين ويرجع يخدم على روحه نأكد لك الفترة ذي هذه المحنة اللي نحن فيها الفترة ذي بصراحة أنا بصراحة معناها مبهور فهمتني من ناحية اللي فما لحمة وتعليمات صارمة والناس تخدم معناها بضمير ولا مازال للتسامح وفماش حتى حد منجمش إنسان يدخل راهو والصلح هذا عنا تعليمات الصلح لا فهمتني نطبقوا القانون فهمتني وزمنا السيدة ذاية فهمتني يكون عبرة لغيره باه اليوم قلنا زوز طن شديتو عجين و 72 ألف بيضة و 1000 لتر من زيت النبات المدعم ألف لتر من زيت النبات المدعم باه خاطر فما الزيت فهمتني الانسان هذا تاجر جمله قاعد يروج فيها خارج مسالكه القانونيه وعندكم عليه خدمتكم وعادي تلوم شوف راهو 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 اي ملف نقديوه راهو مش كي نعرف مش انا جيت نمشي غاديك فما ابحاث كامله تتعمل ابحاث كامله بالضبط